وفي عيد الحب والفالنتاينز والحاجات دي كمان بنفتكر أن من الحب ما قتل، في حب عاقل وفي حب قاتل. بنتنا نيرة أشرف اللي للأسف بقت مشهورة باسم فتاة المحلة، طبعا المحلة منطقة عزيزة علينا في مصر وكل حاجة، إنما أنا بحب أقول الاسم نيرة أشرف. قتلها زميلها قبل أشهر، ومنصات التقاتل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا يعني تصدر اسمها من جديد بعد أن قضت محكمة النقد في مصر يوم الخميس الماضي برفض الطعن المقدم من قبل محامي القاتل، لينتشر بعدها صور له وهو ببدلة الإعدام ويقف على العتبة دي بتاعة الشن. وناس قالت دي صور مفبركة، وناس قالت إنها مش مفبركة، وإن حكم الإعدام يعني فهم عرفنا ان حكم الاعدام لا ينفذ الا بعد اجراءات عده، اولها واهمها تصديق رئيس الجمهوريه على الحكم، ولابد من استشاره مفتي الجمهوريه على القصاص شرعا. وطبعا جزء بقى اخر من قصه الاعدام وتنفيذه انه اسره نيره الله يرحمها بتطالب بان يكون الاعدام مذاع على الهواء مباشرة. طبعا في تفاصيل كتيرة، خلونا نعرف أكتر من الأستاذ أحمد حمد المحامي، محامي محمد عادل اللي هو قاتل نيرة. أستاذ أحمد مساء الخير على حضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. سيد أحمد، هل تم تنفيذ الحكم في محمد عادل ولا لا؟ لا لا، المعلومة دي غير صحيحة، ولسه في إجراءات حتى الآن لم تتم كتصديق السيد رئيس الجمهورية على الحكم، فالمعلومة مش صحيحة خالص. طيب يعني بفرض عادة يعني النوعية دي من الأحكام بتاخد وقت قد إيه علشان تنفذ؟ والله يا فندم القضية دي اختلفت عن كل القضايا اللي حضرناها قبل كده أو يعني تابعناها. لو احنا لاحظنا ان خلال يومين اصدرت المحكمه حكمها، محكمه جنايات المنصوره، وده كانت اسرع قضيه نشوفها في تاريخ جمهوريه مصر العربيه. ده يعني اللي قتلوا السادات قعدوا يتحاكموا فتره طويله. فالقضيه دي بتختلف عن كل القضايا اللي احنا شفناها قبل كده، فملهاش يعني ايه، ملهاش كتالوج بس زي انت ما بقول. بس يعني ما استاذ احمد نقدرش نجزم وما نقدرش نحدد مواعيد. كأنك بتقول يعني انه سرعة الحكم ده شيء معيب، ما احنا دايما بنطالب بالعدالة الناجزة، وواحد قتل واحدة قدام هذا الكم الكبير من الشهود وكاميرات، يعني قصدي هيحصل ايه؟ يعني هنقول ايه؟ يعني حد تاني اللي قتله؟ بص يا فندم، كلام حضرتك جميل جدا، طب ما ممكن تظهر بعد كده أدلة تؤكد تورط أحد الأشخاص مع محمد في جريمة القتل. بص يا فندم، احنا كلنا ما بنقولش محمد ما قتلش، محمد اعترف انه قتل، ايوه محمد جميع الكاميرات صورته، يعني محمد ما نقدرش ننكرها. انا كدفاع ما نكرتش ان محمد قتل، ما نكرتش ان محمد اخطأ، ولكن انا يهمني قبل ما اكون بنتقم من القاتل او القصاص من القاتل، يهمني ان انا احقق الردع العام، صح ولا ايه يا فندم؟ طبعا ده يهمني مهم، انا الردع امام الخاص السيد والعام. بهاء المري. تمام يا فندم، انا في المحكمه في مرافعتي لو حضرتك اتفرجت عليها، انا قلت للسيد القاضي، قلت له ستتكرر الجريمه مره اخرى، وبالفعل بعد اسبوع واحد جريمه القتل اللي تمت في المملكه الاردنيه الهاشميه، الطالب اللي قتل زميلته راميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي، ده لسه من يومين وبعدها ثلاثة بشهر. واحد حدف قنابل على بيت واحدة كان خطيبها وحصلت ايوه مشكلة يعني. طب ايه، إيه طب عايز افهم حضرتك قصدك ايه، انه قضية محمد عادل هتبقى يعني يبقى في اثر عدوى؟ انا قصدي يا فندم، انا لما اتكلمت مع الهيئة الموقرة ومعالي السيد المستشار، طلبت منه ان احنا نوضح اسباب الجريمه ايه وملابساتها الخفيه ايه. يعني ما يهمنيش الانتقام من القاتل فقط، انا يهمني ان انا احافظ على بناتنا كلهم. علشان كده انا من برنامج حضرتك بوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، ونفس الرساله بوجهها لجلاله الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن،
وعلى رأسهم بوجهها للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية. وأنا خصيت الثلاثة يا فندم لأن مثل جريمة محمد عادل ونيرة تكررت في الثلاث الدول العربية في الثلاث بلدان. ففي الأردن الشاب اللي هو قتل الفتاة داخل الحرم الجامعي رميا بالرصاص، وفي السعودية الزوج اللي قتل زوجته المعلمة وفاء الغمري السنة اللي فاتت بسبب رغبتها في الانفصال عنه. طب ايه وأيضا الرسالة؟ قتلت السعودية سارة القاضي التي تبلغ من العمر 28 سنة على يد زوجها لنفس السبب، علشان بترغب في الانفصال عن زوجها. أنا بوجه الرسالة، بطلب منهم إن يشكلوا لجان تضم مجموعة من الحقوقيين والأطباء النفسيين، يدرسهم أسباب الجريمة إيه اللي تقع، ويقفوا على أسبابها وملابساتها حتى تقل الجريمة وحتى طب تمتنع استاذ احمد، استاذ الجريمة. احمد، حضرتك طبعا التقيت اتفضل. بمحمد عادل قاتل بنتنا نيرة واتكلمت معاه، قال لك ايوه ايه اتفضل. احنا ما نعرفوش؟ محمد كان منهار جدا، ويعني انا شعرت من كلامي معاه انه مريض نفسي، انسان غير متزن. فانا يا فندم يعني يعني بقدر، حضرتك يعني عايز احنا تقول اول او مره نشوف بتدفع بفكرة انه محتاج علاج نفسي وبالتالي لا ينفذ عليه حكم الاعدام؟ والله يا فندم انا طلبت كان طلبي الاول من السادة، احنا لا نعقب على احكام القضاء كما تعودنا، ولكن انا كنت اتمنى زي ما كان في خطبه رنانه للسيد وكيل النيابه بيشرح فيها الجريمه، كان نفسي يسمعوا الدفاع كان بيتكلم ازاي. مرافعتي كانت مدتها ساعه ونص، وبعد كده يعني وبعد كده يعني انت جه كلمت ساعة عشرات من ونص وما المحامين. سمعكوش ومن كل ده ما سمعوا ما ساعة ونص سمعوش؟ مرافعتي يا فندم تم تسجيلها من... ايوه المرافعة بتاعتي مصورة ولكن لم يتم اذاعتها. انا كل اللي بتكلم فيه يا فندم، احنا عايزين ندور على الاسباب ايه علشان الجريمة دي ما تتكررش تاني. بس فهل انا هقول لك الامير حاجه يا محمد استاذ بن احمد، سلمان معلش انا اصل انا لو خدت فكره انه المرض النفسي عذر ان حد يروح يقتل حد، ده كده يعني، ده يعني الناس هتتكرر الجرائم بشكل كبير. يعني حتى المريض النفسي مش اللي عذر وصل ابدا يا بالامر فندم. لدرجه انه يقتل، لا خلاص بقى، ما يعني هنعمل له ايه؟ هنعالجه؟ هيحصل فيه ايه يعني؟ بدل ما يقتل يعور بس يعني، ولا هنعمل فيه ايه؟ طيب انا من برنامج حضرتك انا لا ابرر القتل ابدا، ايوه ولكن يهمنا ان احنا كنا نعرف محمد هل هو مريض نفسي ولا لا. نعم يعني كان يهمني ان طلبي يقبل ويتم عرض محمد على الطب النفسي. كل أنا الشكر لحضرتك حاليا استاذ مش حابب احمد. أتكلم في مضمون القضية يا استاذ فندم. احمد أنا رسالتي حمد، اللي أنا وجهتها، محامي محمد عادل قاتل بنتنا نيرة اشرف،
بقول حضراتكم احنا لما بنناقش قضية زي ده زي دي اسف زي الجريمة جريمة القتل، دايما بيكون في بالنا السؤال اللي هو الاستاذ احمد المحامي قال الردع العام. الردع الخاص هو الردع تجاه الشخص اللي ارتكب الجريمة، لكن الردع العام هو ان احنا نقول لكل واحد بيفكر انه يرتكب جريمة مشابهة انك هتلقى نفس الجزاء اللي تلقاه اللي ارتكب الجريمة الاصلية اللي هو محمد عادل. ففكرة الردع العام دي ما كانت لتتحقق لو احنا بقى خدناه، مش لو احنا يعني خدناه وبعدين مريض نفسي ومرض نفسي من قد ايه فنودعه مصحة علاجية فيبقى قاعد على السرير وكذا وكذا، والبنت ماتت واهلها اتقهروا والمجتمع زعلان على، يعني ما كانش هيتحقق ده لانه هتتكرر الجريمة. انت في بالك بقى مش نيرة الله يرحمها طبعا خلاص، يعني يذهب الله بإذن الله تعالى غيظ قلوب أهلها وأصدقائها والمحيطين بيها، إنما أنت كمان عايز تمنع إن أي نيرة تانية أي بنت أخرى في مقام نيرة إنها تتعرض لنفس الشيء. يا عم أنت يعني أنا معلش أنا هقول كلمة للشباب والبنات اللي بموضوع الحب من كتر الحب بيروح يقتل واحدة، يا عم البحر مليان سمك، وكما قال الشاعر وكما قال جدي عبد الفتاح باشا الرابع عشر البحر مليان سمك. الكلام ده موجه للبنات، الرجالة كتير أوي أوي، وموجه للرجالة الستات كتير أوي أوي أوي. ما تجيش على واحدة وتركز كل اهتمامك في الآخر خلاص تقتلها. اه طبعا تهتم بيها تحترمها تعاملها كويس تحبها تتبادلوا الكلام اللطيف كل ده وارد، بس نفترض هي مش عايزة تكمل شكرا، بس كل الاحترام والتقدير هنعمل لها ايه يعني؟ حتى تجبرها انها تعيش معاك غصب عنك وصولا انك تقتلها؟ ده انت جبار يا اخي. لا لا يا عم لا 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 اهدى بس شويه كده اهدى، انت فاهم الحب غلط، انت فاهم العلاقه البشريه غلط، الاصل في الامور انها علاقه قائمه على تراضي الطرفين. ما سمعتش كلام اقتلها؟ لا ده يبقى كلام ناس مجانين، ده بقى حب مجنون، ده اللي احنا قلناه عليه الحب القاتل. اما الحب العاقل فيكون برضا الطرفين، احد الطرفين مش عايز، له كل الاحترام له كل التقدير، ولا تدري الايام تعدي تقول والله الراجل ده محترم، لما سابني لما سبته لقيته عملني باحترام وفضل علاقتي بيه جيده وعلاقتنا نرجع تاني لبعض، ليه لا؟ انما ما عجبتنيش رحت مديها كازلك ولا مديلها مفك في وشها، يا عم هتخش السجن ولا تتذبح وهي جلعها مستديمه وتبقى العلاقه المهببه دي؟ لا يعني بس اهدى شويه، الحكمه تقتضي انه حضرتك تفكر في عواقب سلوكك. ده موضوع